أخبار اليوم. أهلا بيكم وبوابة أخبار اليوم وحلقة جديدة مع وصفة جديدة من مطبخنا مطبخ هناء العموري. النهاردة هنعمل بيكاتا. الوصفات بتاعت البيكاتا قدامنا اهيت، هنلاقيها بسيطة جدا وخطواتها بسيطة. البيكاتا معروف انها بتتعمل بستيك بيتيلو، بس احنا النهاردة عايزين نعملها بطريقة مختلفة شوية وسهلة شويتين، ان شاء الله تعجبكم. احنا بدل ما هنجيب الستيك البيتيلو هنستخدم عرق لحمة، عرق لحمة نتسوي في الفرن زي ما هو كده هو، وهوريكم ازاي وهنشوف ازاي احنا تبلناه وسويناه. المقادير بتاعنا بتاعت البيكاتا: دقيق، شوربة لحمة، كريمة تقريبا كوباية كريمة، وشوية لبن، وعندنا مشروم وبصل صغير متقشر وسليم. البيكاتا بتبقى عبارة عن شرايح لحم بتلو او استيك كندوز، بيبقى محطوط معايا صوص كريمي، ولو ما فيش الكريمة اللي هنعمل بيها الصوص الكريمي ممكن بديل ليها اللي هو اللبن. انا النهاردة عايزة اعمل البيكاتا بدل الستيك وتشويحه والطريقة العادية اللي الناس بتعملها بيها، ان الستيك البيتيلو يمسكوه الاول ويعفروه بالدقيق وبعدين يتشوح على طاسة كده صغيرة على الوشين وبعدين يتحط له المقادير بتاعتنا ديت. انا مش عايزة اعمل المرة دي الطريقة دي، انا عايزة اجيب اللحم يكون متقطع من عرق. العرق دوت احنا جبنا عرق بريبيانكو وتبلناه كويس قوي بالملح والفلفل والبصل، وحطناه في صينيه مغلفه بالفويل، وحطناه في الفرن لمده ساعتين او ساعتين ونص لغايه ما يستوي تماما، وبعد ما يبرد بنقطعه. العرق ده ممكن تحطيه في الثلاجه وقت ما تعوزي، في اي وقت في الحافظه او في الفريزر وقت ما تعوزي تطلعي وتقطعي منه على طول. بيبقى شرايح كده زي ما احنا شايفين، تقطعي منه على طول علشان تعملي البيكاتا او الشاورما. احنا عملنا حلقة قبل كده للشاورما بنفس الطريقة، العرق عملناه وقطعناه قطع صغيرة للشاورما. المرة دي العرق دوت هنقطعه قطع صغيرة حلقات شرايح كده للبيكاتا. زي ما احنا شايفين القطع بتطلع شكلها جميل جدا ومتساوي، يعني تحسي انها شكلها حتى لما تقدميها على سفرتك في رمضان او في اي عزومة تحسي ان هي شكلها مغري جدا وشكلها شيك قوي قوي. بنقطع حسب ما انت عايزة مثلا لفردين تقطعي قطعتين وتشيلي الباقي، عايزة لأسرتك تقطعي زي ما انت عايزة وتشيلي الباقي، تشيليه كده في كيس وتشيليه في الفريزر او في الحافظة في التلاجة مفيش مشكلة. احنا دلوقتي هنستكفى بالكمية ديت ونشيل بقية العرق بقى في التلاجة او في الفريزر زي ما تحبي. خلاص اللي هنعمله دلوقتي هنركن ده على جنب كده، وهنبتدي دلوقتي الخطوة اللي بعدها ان احنا نخش على تسوية المكونات ديت على النار. الشرايح اللحمة ديت المفروض تبقى محطوطة في الصوص اللي هنعمله من المكونات ديت. هنبتدي دلوقتي نظبط المكونات. بنفتح النار، بنحمي طاسة عندنا بشوية زيت صغيرين علشان نبتدي نشوح البصل الصغير بتاعنا. شوية زيت صغيرين، تمام. نحط بقى البصل بتاعنا، احنا عايزينه سليم كده لان بيبقى شكله جميل جدا، وعايزين نشوحه على اساس
ياخد لون بني، لون خفيف بني. هنبتدي نشوحه كده على نار حامية. لما ياخد اللون البني بتاعه هنبتدي ننزل بالكريمة، هي كوباية كريمة هننزل بيها. وبعدها الشوربة، وبعدها الدقيق، ويعمل صوص معانا كريمي تقيل شوية. طبعا هنحط عليه ملح وفلفل، ما بيتحطش عليه حاجة تانية غير الملح والفلفل. زي ما قلنا الطريقة دي جديدة للبيكاتا، بدل ما تجيبي شرايح البيتيلو أو شرايح الكندوز وتعفريها بالدقيق وتحطيها، لا احنا طريقتنا مختلفة شوية، ان احنا جبنا العرق اللحمة وسويناه في الفرن وقطعناه بعد ما برد شرايح عشان يبقى شرايح للبيكاتا. المفروض البصل دوت ياخد لون على الوشين. البيكاتا ناس كتير بتحبها بالمشروم، وهي اساسها واصلها بالمشروم. اللي ما بيحبش المشروم يستغنى عنه تماما ويشيله، مش شرط يعني يحطه. البصل اهو قرب معانا ياخد وش، واهم حاجه البصل يدي لون بني شويه علشان الصوص يبقى كريمي، ما يبقاش لونه زي، ما يبقاش لونه ابيض قوي، احنا عايزين لونه يبقى قريب من اللون الكريمي. نقلب فيه كده عشان ياخد وش من كل ناحيه. المفروض ياخد لون بني بني خالص. قرب اهو. البصلة يفضل علشان ما تتفتحش معاكي كده انها تبتدي تتفصص منك، لا حافظي على البصلة من ديلها وراسها ان هي ما تشيليش منها كتير علشان تفضل ماسكة نفسها وتفضل بالشكل بتاعها المدور. البيكاتا كتير مننا بيحبها بالمشروم قوي، والمشروم طبعا فوائده الصحية لا تعد ولا تحصى. خلاص احنا كده البصل عندنا خد اللون البني بتاعه. هنبتدي نعمل ايه اول خطوة بعد البصل؟ الكريمة والشوربة. هنحط له شوية شوربة، دي شوربة لحم، ولو ما عندكيش شوربة لحم ممكن تحطي شوربة فراخ. نهدي النار شوية. شايفين دلوقتي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الشوربه بتاعتنا هتغمق من لون البصل، احنا عايزينها تدي اللون البني. تمام، خدت اللون البني بتاعها. خلاص نبتدي نحط بقى الكريمه. دي كريمه لباني، حطينا الكريمه اللباني بتاعتنا. نحط معلقة دقيق، تقريبا معلقة دقيق زي ما احنا شايفين كده اهو. نبتدي نقلب بسرعة عشان الدقيق ما يتعكلش مننا. اللي خايفة الدقيق يكعكل منها ممكن تدوبه في طبق صغير او كوباية مع شوية كريمة أو شوية لبن. خلاص كده نعلي النار شوية. احنا عايزين الخليط دوت دلوقتي يغلي كويس عشان ياخد من طعم البصل.
عشان الكريمه تاخد من طعم البصل. طيب دلوقتي نتبله بقى بالملح والفلفل بتاعنا، هنحط شويه ملح، حبه كمان خلاص، وشويه فلفل اسود، حطينا الملح والفلفل الاسود بتاعنا كده. ايه اللي ناقص؟ كده ناقص المشروم. المفروض نقطع المشروم بتاعنا شرايح او مكعبات زي ما تحبي، لكن انا بحب احط المشروم فريش كده يعني من غير ما اشوحه. في ناس تحب تشوحه بشويه زيت صغيرين، لكن انا بحب احطه سليم وهو يستوي جوه الكريمه اللي احنا عاملينها. هنوطي النار شويه قبل ما نقطع بقيه المشروم. المفروض المشروم يغلي مع الكريمة ديت 10 دقايق، واخر حاجة هننزل بيها اللحمة، على عكس طريقة البيكاتا اللي قلنا عليها المعتادة، ان انتي اللحمة هي اللي بتبتدي بيها، بتعفريها وبالدقيق وتشوحيها. لا احنا مش عايزين الطريقة دي المرة دي، احنا قلنا نجرب الطريقة الحلوة دي. طيب الكريمة بتاعتنا تقلت طبعا من الدقيق اللي حطيناه، فاللبن او الكريمة يبتدوا يخففوها. ما تلاقيها تقلت معاكي قوي زودي لها لبن وكريمه. احنا دلوقتي عايزين، شايفين ازاي شكل المشروم جميل ازاي، والبصل اللي احنا عاملينه، البصل شوحناه الاول وخد اللون البني، وبعدين نزلنا بالشوربه بتاعه اللحمه والكريمه ومعلقه الدقيق والمشروم. احنا هنغلي كده المشروم معاه، المفروض يغلي شويه بس علشان وقت الحلقه، فهنحط دلوقتي شرايح اللحم اللي احنا قطعناها زي ما احنا شايفين كده. احنا تبلناها بالملح والفلفل بس. طيب لقينا دلوقتي الكريمه اهي ابتدت تتقل، واحنا عايزين اللحم اللي حطيناه ياخد من طعم الكريمه والمشروم اللي احنا عاملينه. لما نلاقي الكريمة ابتدت تتقل تاني عن اللزوم بنزود لبن او كريمة لباني. المفروض في الحالة ديت انها تغلي لمدة 10 دقايق عشان البصل والمشروم مع الكريمة يدوا طعم للحمة. وهي دي البيكاتا بتاعتنا بالطريقة السهلة قوي. جربي الطريقة بتاعت البيكاتا بالطريقة بتاعتنا ديت، هتلاقيها سهلة جدا عليكي. في أي وقت تكوني مستعجلة أو مزنوقة وقتك ضيق جدا، ممكن تلاقي العرق بكل سهولة في الثلاجة تاخديه وتقطعي منه وتعملي الشاورما، تعملي البيكاتا، تعملي أي حاجة من العروق. وصفة العروق دي بتبقى وصفة جميلة وسهلة جدا لست البيت، وبتسهل عليها وقت كتير وبتوفر عليها وقت كتير. طيب ابتدى اهو تمام كده، نقفل عليه ونجيب الطبق بتاعنا علشان نغرف في الطبق بتاعنا الجميل، طبق البيكاتا. هنفضي هنا حوالينا كده، احنا ليه عملنا عرق لحمة علشان نغير طريقتنا دي؟ عملناها ليه؟ احنا عملنا العرق بالطريقة ديت وسويناها لان كتير مننا لما بيعمل الستيك ما بيستويش منها، ما بيستويش معاها، فاحنا الطريقة ديت اللحمة مستوية اوريدي وناعمة جدا، يعني هتلاقيها بتقطم معاكي بكل سهولة، حتى شكلها كمان بيبقى شيك قوي في التقديم زي ما احنا شايفين كده. عايزين نظبط طبقنا يبقى شكله جميل لما تيجي تقدمي اكلتك ديت في رمضان على الفطار، الاكلة دي بيبقى شكلها شيك جدا ومغرية قوي، ويعني من منظر التقديم بس بتاعها ومنظر شرايح اللحم اللي موجودة تفتح النفس.
كده انت ضامنه ان العرق اللي عملتيه ده اللحمه مستويه جدا، ما تخافيش بقى وتسيبيها كتير على النار مع عشان تستوي. لا دي بتشد، شايفين ازاي البصل معانا طالع والمشروم، كور البصل بتاعنا اللي احنا حمصناها وقدناها لون بني، والمشروم خلاص كده. نبتدي بقى نحط شوية الصوص بتاعنا بقى الجميل اللي تبلناه بالملح والفلفل والكريمة. كده البيكاتا بتاعتنا السهلة اللذيذة خلصت. نبتدي بقى نزوق طبقنا كده عشان يطلع بشكل جميل، وأتمنى تجربوا البيكاتا بطريقة العرق بدل الستيك، هتعجبكم جدا إن شاء الله، وتقولوا لنا رأيكم. احنا بس هنظبط طبقنا كده علشان وادي طبق البيكاتا بالمشروم بتاعنا بالطريقة الجديدة من مطبخنا، وتجربوها وإن شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفا، وكل سنة وأنتم طيبين.